خلال مؤسسة عسكرية، والطرق اللي بتتعمل من خلال الشركات المدنية بالتأكيد الأمر بيكون مختلف. فمسألة الانضباط في العمل، مسألة أنه يكون عندنا هيئات اقتصادية منضبطة، مسألة أنه يبقى الجهاز الإداري للدولة لديه الانضباط الكافي، لديه التزام واضح بالمشروعات اللي بيتم الاتفاق عليها بإطار الجدول الزمني بالتكلفة المتفق عليها، بالتأكيد ده أمر مهم جدا. يبدو أن موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن وصل إلى أرض الاحتفال من الطائرة الهليكوبتر، يتوجه إلى اليخت المحروسة من أجل بدء الاحتفال بعد قليل بمشيئة الله افتتاح قناة السويس الجديدة، وأيضا سيستقبل كل الزعماء المشاركين في هذا الاحتفال وهذه الاحتفالية الكبرى التي تشهدها مصر الآن، فرحة المصريين بالتأكيد ومعها دول العالم. باشمهندس، يعني احنا بنتكلم في القوى السياسية، القوى السياسية عليكم عبء كبير جدا في المرحلة المقبلة. احنا بنتكلم دلوقتي في تنمية، ووجهت جزء كبير منها لهيئة قناة السويس، للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. انتوا عليكم العبء السياسي، انتخابات مجلس الشعب المقبلة ومجلس النواب المقبلة، شايف ازاي الفترة المقبلة؟ لا، انا شايف ان احنا بنتحرك، انا شايف ان احنا في الفترة اللي جاية خلاص، يعني الانتخابات على الابواب. الرئيس اكد اكتر من مرة ان الانتخابات هتكون قبل نهاية السنة دي. احنا منتظرين ان احنا يكون في عندنا برلمان موجود منتخب يقدر يمثل الشعب المصري تمثيل حقيقي، يقدر يقوم بدوره في وضع سياسات وتشريعات حقيقية، يقدر يساهم في عملية الرقابة، علشان احنا نقدر نخلق حالة الانضباط اللي موجودة كانت في مشروع قناة السويس. محتاجين نعمل سياسات وتشريعات تتعلق بيه ان انت وقناة السويس دلوقتي اصبحت حالة بالضبط كده، احنا نفسنا تتطبق يعني في كذا مكان. بالضبط كده، بالضبط كده. فهي الفكرة كده، ان انت محتاج تعمل مجموعة من السياسات والتشريعات متعلقة ان انت ازاي تقضي على البيروقراطية. الأزمة عندنا في مصر عادة بتكون البيروقراطية. طبعا يعني دي كارثة. انت عندك جهاز إداري كبير جدا، مهول جدا، غير عديم الكفاءة. يعني الأول كنا بنقول ان هو ما بيعملش حاجة، دلوقتي بيعطل الشغل اكتر ما بيفيده. ففي نهاية الأمر انت محتاج ان انت تحول ده ان هو يبقى جهاز كفء. حلها ايه منك يعني قوة سياسية؟ بص، شايف البيروقراطية ازاي؟ احنا عندنا في المصري الأحرار بنشتغل بطريقة معينة. الطريقة المعينة دي اسمها ان احنا بنعمل حزم سياسات. احنا شايفين الأزمة في مصر ان انت كنت دايما بتطلع سياسة واحدة عشان تحل موضوع معين. الموضوع المعين ده ما بيتحلش بسياسة واحدة. فاحنا بنعد حزم سياسات لأكتر من ملف، منهم ملف البيروقراطية، منهم ملف القضاء على الفقر، منهم خلينا في البيروقراطية نركز عليها. إصلاح الجهاز الإداري للدولة ده فيه أكتر من عنصر لازم تشتغل عليه. جزء منه إن أنت تدخل تكنولوجيا المعلومات الحديثة، جزء منه إن أنت تقلل عدد الجهات المتعلقة بإصدار التراخيص. احنا شفنا إن في محاولة في الموضوع ده قامت بيها وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار قامت بيها في قانون الاستثمار الأخير، لكن شايفين لا، إن في ممكن تبدأ تشتغل بصورة أكبر على تقليل عدد الخطوات اللي انت لازمها علشان تعمل تراخيص. محتاج ان انت تبدأ تاخد اجراءات متعلقة بسياسة التوظيف نفسها في الحكومة. محتاج ان انت تبدأ تظبط شوية هيكل الاجور في الحكومة. محتاج ان انت تبدأ تتحرك تاني مرة تانية في فكرة تكنولوجيا المعلومات. ما ينفع